انت اللي راك تشوف، حبيت نفكرك بالك نسيت. انا جندي في الجيش، كانت عندي عائلة تحبني وتخاف عليا كيما انت. كنت متوحش نشوف يما واختي، وشحال توحش القعدة معاك يا ابا. عش بابي في الغربة، انا اللي صام وفطر بعيد على دواره، ونهار العيد عندي مع سلاحي والجبال حكايات. انا اللي كان يعس عليك انت، انا اللي بكات اما وما بكاتش عليك يماك. كنت حاب نرجع لدارنا، بصح الله غالب، خلاص وليامات. انا مانيش وحدي، كاين مني بزاف، انا اللي مت على هاد البلاد. انا ما بخلتكش بحياتي، حتى انتوما ما تنساونيش بالدعاء. إلى الله ما أخذ، الحمد لله، وما نقول إلا ما يرحم لنا. اللهم هذا عبدك ومن عبدك ومن أمتك، كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تعلم بسره وعلى نيته لناك شفعا فشفعنا به. أمين. اللهم إذا كان محسن فزيد لسانه، وإذا كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ارحمنا أجرح ولا تفتن بعده. اللهم ارحم رفاقه الاثنين إلى الثلاثة. أمين. اللهم ارزقهم بجنة الخلود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا راني أمام منزل الفقيد محمد لامين الوافي، هنا في منطقة أولاد ميمون. جينا هنا تنقلنا هنا باش نجو عند العائلة تاعو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج، باسمي وباسم كل قناة البلاد وباسم المطلسة اللي جيت منها من جزائر العاصمة، وعلى بالي بلي باسم كاع الشعب الجزائري، نقدم لك كل تعازي اللي خالصة منا ليكم، ونشاركوكم في الحزن هذا اللي أصابكم. وحاجة اللي حبيت نقول لك الحاج، نقول لك بلي ولدك ورفقاؤه ونعم الشهادة هذه وحدة، بس الرسول عليه الصلاة والسلام قال الغارق يموت محروق، المردوم وليدك الولد تاعك نون سيلمون مات غارق ومات شهيد في سبيل الوطن. الحاجة اللي نقول لك كل تعازي الخالصة منا، ربي يرحمه إن شاء الله، والله يعطيكم الصبر إن شاء الله، من مني ومن كل الشعب الجزائري إن شاء الله. الالتفاتة الطيبة والغنية لأنها كبرت في قلبي، وأنا أحسها بكل فخر بأن ابني قد ضحى بنفسه من أجل هذا الوطن. يا ربي يا ربي، استغفر الله عقلك. حاجة اللي نقولها لك، ربي يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه ويرحم كل سبوعة تاع بلادنا. والحاجة اللي نقول لك ثاني، مبروك عليه الشهادة، مبروك عليه، وانتوما ربي يعطيكم الصبر والسلوان إن شاء الله. الشهيد اللي مات شهيد الواجب الوطني، ومشي مشي ولد ولاد الميمون، هذا ولد الجزائر كلها، والجزائر كاع راه تبكي عليه، مني انا للشباب الصغير كاع الدنيا تبكي عليه. مات على 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 في مهمه وطنيه، نتمنوا له هو الرحمه ليه والرحمه للرفقاء اللي كانوا معاه ان شاء الله، والله يخلف عليكم انتم، والله يخلف على اللي جاوا عزاو من البعيد ومن القريب. كان في الهاتف وعيط، نتمنوا له الرحمة إن شاء الله، هو راه من أهل الخير، ونتمنوا
ربي ان شاء الله بالمجيء تاعكم حتى هذا الفيلا ان شاء الله ينجح. الفيلا تاعي نقول ثاني اللي تروح لكم بركه الله يستر. سيرتو انت هذه فوتها سيرتو انت الله يعطيك الخير. ترحموا على هذا الشهيد الوطن شهيد هذا نعزوا نعزوا رواحنا احنا الاولى بويسك احنا ولاد بلاده ونعزوا ولايه تلمسان ونعزوا الجزائر كومبلي ونعزوا جميع المسلمين. وشهيد هذا شهيد مات غريق ومات في مهمه تاع خدمه نطلبوا له الرحمه وربي يبارك فيكم توفاني مستر ابي بارك الله في خويا اللي راك فرحتنا لهنا في ولاد ليمون ومرحبا بكم اخوتي. هذه سي لا موندر دي شوز ولد اختي المرحوم طلبوا لها الرحمه ليه والزملاء تاعه الله يرحمهم ويسالهم هذا ما ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انا بور مو هذه نسميها اون ميداي اكثر من ميداي دونور. انا عندي هديه اكثر من بروف دامور تاع بلاد وكثر ما عندهاش بري. واش تقدر ما تقدرش تعبر باسكو كان في اداء مهمه كان شبل من شبلان تاع بلادنا وان شاء الله ربي يغفر له برحمته الواسعه ولا الشهاده ولاز عند ربي يبليه والاهل تاعهم الله يصبرهم. محمد خونا زعما كان انسان لاباس به اخلاق دين الله يبارك الله يبارك الله يبارك تلمو يحشم بزاف وكما تهضرش معاه ما يهضرش معاك والحمد لله ربي تا امانته والله يرحمه ويرحم كاع الشهداء والبلاد كما نقولوا فقدت الشمعه من الشموع تاعها اللي كانوا منورينها. ومي بصح تبقى يقول لك ونعم الشهاده ونعم الشهاده ناس تمد كيما نقولوا تمد النفس والنفس تمد حياتها لكي تحيا باش الوطن يحيا ويعيش ويبقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا رانا في بيت الشهيد الملازم الأول نور الدين بوزيدة. هنا المنطقة هذه اسمها بريزينة بعيدة على ولاية البيض بخمسة وثمانين كيلو. راني ما بين الأب تاعو والأفراد العائلة إن شاء الله. واليوم عرفت باللي العائلة هذه قدمت ثلاثة شهادة تبارك الله. الحاجة اللي نقول لك الحاج نقول لك ربي يرحمه ويوسع عليه وتوما الله يصبركم إن شاء الله. وأما الولد مبروك عليه الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. نقول كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في موت ابنه إبراهيم قال القلب لا يخشع والعين لا تدمع وما نقول إلا ما يرضي الرب الكريم. الابن هذا مش هو لي أول شهيد هذا الشهيد الثالث شهيد ثالث لحاجة هذا الشهيد الثالث هو وأبي شهيد وأخي شهيد وأخي الآخر ثاني مات الله يرحمه مجاهد وأنا تقاعدت من الجيش الوطني الشعبي قعدت فيه ذيك الحرقة من ساعة الثورة باش نلتحق بجيش التحرير التحقت به وهذا على كل حال بطل من أبطال الجزائر مش بطل من أبطالي أنا بطل من أبطال الجزائر. على كل حال في سبيل الجزائر وفي سبيل الوطن مازال خاص الحمد لله الحمد لله. هو كان من اللي كان يقرأ من اللي كان يقرأ كان يقول لي نموت على الجزائر مو مات على الجزائر هذا المرحوم الله يرحمه مرحوم الشهيد. على كل حال أولا نشكر الشعب الجزائري اللي عزنا بأكمله من الشرق إلى الغرب ونشكر السلطة العسكرية ونتمنى الشفاء لرئيس الجمهورية الشفاء العاجل والله يجازيكم أنتم ثاني لكم صاهرين وتجروا الله يجي ربي يخلصكم. أنا
احنا واش نقول لك الحاج، احنا والله حاجه قليله هذه، واش مديتو ناس كيما نتوما واش مدوا الولد تاعك ربي يرحمه. كما نقولوا راكم عائله كامل تبارك الله، مديتو نفس ونفيس من اجل هذا الوطن هذا. انا نقول لك باسمي وباسم القناه والشعب الجزائري كامل، نقول لكم كلمه شكرا قليله بزاف. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا قواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امين يا ربي. ابو زايده محمد، اخ الشهيد ابو زايده نور الدين، متقاعد من الجيش الوطني الشعبي. الحمد لله اللي جعلنا من عائله الشهداء، عندها جده شهيد وعمه ثاني شهيد مات هنا في الذكرى هنا في بريزينا، وكان ثاني عمه ثاني الاخر مجاهد، ثاني كان ولد عمي ثاني مات في العسكر، هذا الثالث من اللي مات في العسكر، كان ثاني ولد خالي ثاني مات شهيد ابو زايده محمد. ايوا الحمد لله اللي جعلنا من الشهداء، الله يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله، الله يرحم كاع الشهداء ان شاء الله. الحمد لله. هذا أخويا نور الدين كان الابن تاعنا منذ 20 فيفري 1992 حتى 2011، ومن 2011 إلى يومين هذا كان ابن الجزائر، والحمد لله استشهد في سبيل هذا الوطن. الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، والحمد لله أننا من عائلة الشهداء، الله يرحمه ويوسع عليهم إن شاء الله. فين إحنا ما زلنا هنا باش نموت من أجل هذا الوطن، من أجل هذا الوطن ما زلنا هنا، وما زلنا ندفع رجال، ودفعنا في الثورة التحرير، ودفعنا للجيش الوطني، وما زال إن شاء الله رانا هنا واقفين في الجزائر. الحمد لله على ما أصابنا، وهذا ابن الجزائر قبل كل شيء، ونتمنى له من أن يكون من الشهداء. وولدي مات على الوطن، وماذا بي هو ولدي تاني كما نقول ابني كما نقوله من عائلة ثورية، الجد ثوري والجد شهيد والعم شهيد، و كما نقولوا تاني هو زاد استشهد على الوطن. ونحن نتمنى للجزائر ان تكون وردة في البلدان العربيه، ان لله وان اليه راجعون. خويا هذا كان شهيد، وراه راه علينا كاع كل كما نقولوا، راه على امه، راه على باه، راه للجزائر كامله. نعزوا انفسنا، نعزي موبا، نعزي كاع البلاد، نور الدين الحق ما شاب عاقل، الحق كاع البلاد تعرفه، متدين، كان يوصي الأخ الصغير على الصلاة، الحق كان يبغي الخير كاع للناس، شويه كان كاتم، الحق ما يخرجش كاع بزاف، كيجي كونجي ولا يقعد غير هنا عند امه، اللي يخرج يدير بنك في الشارع ويريح يعاود يرجع لداره. ما اذى لا باللسان الحق لا بالهضره. إنا عطاء ولله ما اخذ، الحمد لله، وما نقول الا ما يرحم لنا. اللهم هذا عبدك ومن عبدك ومن آمتك، كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تعلموا بسره وعلى نيته إياك شفعا فشفعنا فيه. اللهم إذا كان محسن فزيد لسانه، وإذا كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ارحمنا أجرح ولا تفتن بعده. اللهم ارحم رفاقه الاثنين إلى الثلاثة. اللهم ارزقهم بجنة الخلود. واش نقول لكم، راكم شفتوا معنا قريب كل مراحل صغيرة وكبيرة. الحاجة اللي نقولها ربي يرحمهم إن شاء الله ويوسع عليهم، هادو كانوا خاوتنا ورام خاوتنا عند ربي سبحانه، واش درنا سي لا موندر دي شوز. أما الثالث ربي يرحمه إن شاء الله من منطقة بليدة، تعذرت لنا باش نروح نصوروه باسك محيط فارمي ومنطقة عسكرية، يعني انتردي تماك نصوروا، مي معليش سونبيش با من هذا المنبر هنا نقدم لهم كل تعازي تاعنا الخالصة، وربي إن شاء الله يرحم الفقيد ويرحم جميع واحد اللي
توفى مات استشهد على جل هذا الوطن الغالي. روحي مالي نفسي بدني.